احنا بالنسبه لنا هذا عرس، عرس بمعنى الكلمه، لانه محطه ديمقراطيه في الممارسه المهنيه، من خلالها جميع اعضاء المجالس تختاروا من يمثلهم على صعيد الجمعيه، لانه الجمعيه تتعرف بانها لها تاريخ وحنا نتمسك بها ونريد ونرغب في تقويتها عبر انتخاب مسؤولين باستطاعتهم أن يواجهوا الملفات الكبرى، لأنه جميع الزملاء والزميلات في جميع الهيئات ينتظرون من هذه المرحلة أن تكون مرحلة جديدة قاطعة مع المرحلة السابقة بطبيعة الحال فيما يتعلق بالمسائل السلبية، ولكن الإيجابية يجب الاحتفاظ بها وتطويرها، وبالتالي فإنه مسؤولين قادرين على مواجهة هذه الملفات، من شأن ذلك أن يحقق جميع الأهداف المنشودة التي يرغب المحامون في تحقيقها. ملف الضريب عندنا كاين قانون المهنه، المسطره المدنيه، ملف التعاضديه، مجموعه من الملفات بصفه عامه، وكاين كذلك الامن الاجتماعي بالنسبه للمحامي والامن القانوني كذلك. اعتقد على انه هذو ملفات كبرى اشتغل عليها جميع المجالس السابقه، اشتغلوا عليها. الملفات مطروحه الان امام المكتب الجديد، وربما بالنظر للأسماء اللي طرحت دابا والأسماء اللي فازت، أعتقد على أنه راه المستقبل سيكون مشرقا إن شاء الله. محامون بطبيعة الحال إلا ما كانش المحامون اللي توافقوا في إطار الاستشراف المستقبل، اللي هو ربما إحنا المحامون لا نختلف على أنه يهمنا بالدرجة الأولى، تهمنا وحدتنا، هذا الهم هذا في إطار التوافقات بطبيعة الحال، وتقدير النقباء الأجلاء للمهمة المناطوطة بهم، راه تم التوافق بسلاسة، وبطبيعة الحال هذا هو المنتظر. جاءت حتى المحطة ديال تطوان فيما يتعلق بالجمع العام الانتخابي المتعلق بالتعاضدية، راه تمت التوافقات ودازت الأمور بسلاسة، وننتظر إن شاء الله احنا باقي اللجان تدوز بهذه الطريقة إن شاء الله.